السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هكا كوفرلي تيجي زوين وتجمعي على شكل خديه. غادي نجمع على شكل خديه. الا جمعتيه غادي يجيك بهذا الشكل. اذا تجيك خديه زوينه هكذا وتقدري حتى تستفيهم في البلاكار مزيان. وهنا كذلك بالنسبه للظهر. بالنسبه للقياس خدي اي قياس بغيتي. بالنسبه لي انا كنموذج دايره فيه متر و60 على 2 متر ديال الطول. دابا تخيلوا معايا هذه الورقه هي الكوفرلي اللي غادي ناخد. انا مراعيه لواحد الحاجه بانني عندي التوب فيه اللواط، يعني غادي يكون يتزاد الغلط ديالو. ومنين تيتزاد الغلط ديالو خص لابد تدخل لك في هذه الخديه. كيفاش غادي يدخل لك في هذه الخديه؟ خصك تراعي لواحد المساله اللي مهمه بزاف، يعني تقبطي هاد القطعه هاد الحجم اللي عندك هنا تقبطيه في المنتصف ديالو. من بعد تقبطي المنتصف ديال هاد القطعه اللي عندك من هنا، هي هذا المنتصف ديالها، كذلك القطعه اللي هنايا. اذا ها هي المنتصف ديالها. اذا بهذه الطريقه هتكوني حصلتي على الحجم ديال الخديه ديالك اللي غادي ديري، هو هذا. اذا هذه مضمونه بان يدخل فيها اللواط. صافي، اذا منين تجي طويها غادي نوريكم في التالي الفيديو كيفاش ندخلوها في وسط الخديه. اذا بهذه الطريقه هكذا، وتطويها 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 حتى توصلي لهاد الخديه. دابا لالا في حاله كانت عندك انت دايره غير شي توب، يعني دايره شي زار وبغيتي تعتمدي على نفس الطريقه، بامكانك ديريها. شنو غادي ديري؟ غادي تقبطي عاوتاني هاد الحجم اللي عندك هنا في المنتصف، هادي تقسميه على ثلاثه. اذا على ثلاثه ديال الاجزاء، اذا هكذا هكا، هذه كذلك مقسمه لنا على ثلاثه. علاش؟ باش منين تكوني تطويها غادي تطويها بهذا الشكل. غادي تطوي المره الاولى وغادي تطوي المره الثانيه بهذه الطريقه، وغادي تمشي عاوتاني للجهه الاخرى وغادي تطوي من هذه وغادي تطوي هذه. وهانتي حصلتي على الخديه الثانيه الصغيره اللي درنا، هي هذه الحجم ديال الخديه ديالنا اللي غادي يدخل لك في هذاك الليزار اللي بغيتي. اذا الا كبرتي الحجم ديال الخديه غادي يدخل لك فيها شي كوفرلي، الا صغرتي يدخل فيها شي زار ولا شي حاجه، لحقاش داك الحجم ديالها ما تيسمحلكش بشي حاجه كثيره اللي غادي تدخل فيها. صافي، اذا نتمنى تكونوا فهمتيو. اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نوريكم الطريقه كيفاش خدمت انا الكوفرلي ديالي، وفي التالي ديال الفيديو غادي تشوفوا واحد المينياتور. وبالنسبه للاواط هنا عندي هذا، لا كاليتي ديالو زوينه يعني ما تيتمزقش نهائيا. غادي نحط الوجه على الوجه وغادي نخيطها كلها من بعد ما غادي نقبطها بالفنيتات، وغادي نخلي لها واحد البلاصه مناش غادي نقلبها وغادي نقلبها. من بعد ما قطعت له الجناب وقلبته غادي ندوز له واحد الخياطه من هنا. هنا تندوز له واحد الخياطه، وبالنسبه للتحت راني درته بالبيض، ومن الفوق درته باللون ديال اللي غادي نخيط به. وهنا البلاصه مناش قلبت غادي ندير لها هكذا وغادي نفنيها بيدي مزيان وغادي نخيطها. ومن بعد عاد غادي ندوز لها واحد الخياطه باليد. اذا انا نوصل لهنا ونوريكم هانتوما بهذا الشكل، وغادي نخيطها. وحتى التالي عاد غادي نفينيها من هنا باليد. صافي، اذا نجمعها كلها بهذا الشكل هكذا. وهنايا اخر حاجه يكون تيبان لك هو التوب، يعني اللواط يكون نازل بواحد جوج ديال الميلي بهذا الشكل، باش ملي تكوني مسرحاه بهذه الطريقه ما يبانلكش داك اللواط اللي لتحت، لان هذا غير تيتفرش ما تيتغطاوش به. صافي، وصلت كذلك لهنا. غادي نوقف ليبره هنا وغادي نقلب على هذه الجهه لهنا. اخر حاجه خصو يبان لك التوب. اذا دابا وصلت للخديه. اذا شنو غادي ندير لها؟ غادي نخيطها. بالنسبه للتحتاني بحال داكشي اللي شرحت لكم، اذا الا كنتي غادي ديري لتحت اذا هذا خصو يكون في نفس اللون اللي درتي لتحت، وهذا في نفس اللون اللي غادي ديري الفوق ديال الكوفرلي. صافي،
باش منين تقلبيها يجي هذا جامع لك في اللون ديال الكوفر اللي لتحت، وهذا منين تكوني طلقاها ما يبانش تتبان الخديه مخفيه. اذا خيطت الخديه ديالي بهذه الطريقه، وهنا خليت لها البلاصه مناش غادي تدخل ليا. هنا درت المنتصف ديال الخديه ديالي عند المنتصف ديال الكوبر اللي درت بهذا الشكل هكذا، وغادي ندوز لها واحد الخياطه بهذه الطريقه، يعني هنا، وغادي نخيطها من هنا وهنا كذلك غادي نخيطها. انما هذه البلاصه اللي غادي نخيطها غادي نخيطها غير من هنا، غادي نخلي الخديه تدخل لي من هنا، يعني هاد البلاصه حتى هي خاصها تكون محلوله، هي مناش غادي نجمعوا الكوفر اللي ديالنا. اذا تجمعنا طبقه وحده من هنا، وهذه تخليها ليبر ما تخيطيهاش، وهذه كذلك غادي تخيطيها من هنا تلاصقيها مع الكوفر لي، وهنا كذلك تلاصقيها مع الكوفر لي اللي مناش غادي تدخل لنا. اذا قبل غادي ندوز لها هنايا واحد الخياطه من هنا. بالنسبه لهاد الخياطه غير باش يجي الفينيسيون ديالها مزيان، وواحد الحاجه باش نهبط هاد الطبقه اللي غادي تجي من التحت، يعني باش مابقاش يتحربل لك لهنا، يعني هنا الواجهه تكون قطعه وحده، يعني ما تبان لكش ديك الطبقه اللي لتحت. صافي شكلو تيجي بهذا الشكل هكذا. اذا تجي في ديك الخديه تما، ودابا غادي نوريكم كيفاش يتجمع. دابا دخلت فيه الخديه باش تشوفوا كيفاش تجي، يعني ماشي بحال تدخل ليها من هاد البلاصه، من هنا احسن باش ما تبقاش تهرب لك. اذا تيجي شكلها بهذا الشكل. دابا فاش تبغي تجمعيها غادي تقلبيها للجهه ديال الظهر بهذه الطريقه، وغادي تمشي لهذوك الخط فين كاينه الخديه فاش خدرتيها، غادي تردي هذه هكذا وهذه كتردي على هذا الجهه، فهمتي بهذه الطريقه. اذا من هنا خصك تثني القياس ديال الخديه اللي درتي بهذا الشكل بهذه الطريقه. اذا تثنيها هكذا وتزيدي تثنيها وتزيدي تثنيها بحال هذا الشكل. اذا هنا التحتاني ديال الخديه، اذا تتقلبيها على ظهرها، تتقلبي هكذا وتحشيها من هنا، يعني تتقلبيها للداخل بحال الا تقلبي الخديه التحتانيه على هذه. غادي نقلبها هانتوما بحال هذا الشكل. اذا كذلك هذه غادي تدخلي داك القنط الاخر بحال هذه الطريقه، هو الشكل النهائي ديالها. اذا تجي مجموعه ومن الظهر كذلك تجي مزيانه، من هنا كذلك من الظهر. تنتمنى تكون عجبتكم وتجربوها. مع السلامه. دابا غادي نشرح لكم بهذه صغيره باش تفهموني لحقاش التصوير كبير وما يصلحليش. اذا هنا حطيت القطعه ديال اللواط من التحت والقطعه هنا، وحطيت هنا الوجه على الوجه، وعاد خيطت بهذه الطريقه. وبالنسبه للواط ديت على داك الخدمه ديالو، اذا وخيطتها بهذه الطريقه، وغادي نخلي لها البلاصه مناش غادي نقلب. وهنا وقفت كذلك الإبرة وقفت هنا وقفت كذلك. انما هنا شنو درت؟ بعدت على داك الحرف ديالنا وزدت شويه لاغيطمون. اذا هاد القناص ديالو دائما ما تخليش فيهم ديك الحله مناش غادي تقلبي، وكذلك هنا درت شويه لاغيطمون بهذا الشكل هكذا، ومشيت لهنا. من بعد مشيت قطعت هاد الطراف ديالها ديك الجوانب ديالها باش ما يجيكش الغلط، لحقاش هذاك ديال اللواط راه غادي يجيو دوك البلايص ما يتقلبوا لكش مزيان. ومن بعد قلبتها من هاد البلايصه، اذا غادي نقلبها. اذا غادي تحصلي على هاد الشكل. دوزت لها واحد الخياطه من هنا، غادي ندوزها كذلك باش يجيكم نفس الشكل.
ومنها سديت هذيك الحفرة اللي كنت خليت باش نقلب منها. صافي من بعد خديت الخبية ديالي بهذه الطريقة هكذا وخيتها بهذا الشكل، حطيت الوجه على الوجه بهذا الشكل هكذا وخيتها بهذه الطريقة. كان غادي نخيطها كذلك بهذا الشكل، إذا خيطتها هكذا وهكذا وقلبتها. من بعد ما قلبتها مشيت لها لهنا لهاد الجوانب ديالها وخيطتهم لها بهذه الطريقه، درت لها لوغلي من هنا هكذا وخيطتها، درت لها فينيسيون مزيان من هنا. إذا غادي نخيطها لكم بنفس الطريقه اللي خيطت الاولى بهذا الشكل. واخا غادي تصاوب من بعد شنو درت؟ مشيت لهاد البلاصه هنا وخيطت واحد الخياطه هنا. انا بغيت نوريكم جميع المراحل من نجدس. هنا خديت المنتصف ديال القطعه ديالي، حطيت عليها المنتصف ديال الخديه بهذه الطريقه هكذا وخيطتها من هنا ومن هنا، وهاد البلاصه خليتها لها محلوله. اذا غادي نخيطها لكم كيما ما درت لها هكذا المره الاولى بهذا الشكل هكذا، وغادي تخيطها كذلك من هنا وديري هنا شويه بلا عزمة. من بعد غادي تقطي هاد البلاصه اللي درنا بزعما باش تدخل بها منها الخديه بهذه الطريقه هكذا، حيدت هادي وخيطت هادي، غادي ديري لها كذلك بلا عزمة تما. اذا غادي تحصلي على هذا الشكل، هذه البلاصه تكون لك خاويه ومن هنا كذلك. صافي، اذا شنو غادي ديري؟ غادي تقلبي للظهر البلاصه فين ما مخيطاش الخديه وغادي تنيه بهذا الشكل هكذا، يكون العبر ديال الخديه. اذا داك الشرح اللي وريتكم، اذا هذه درنا لها غير تنيه وحده، وغادي تقطيها هكذا هكذا هكذا، وهنا غادي تصدقي في وسط الخديه، وهنا غادي تقلبي الخديه ديالك بهذه الطريقه، تقلبيها للداخل. اذا حنا دايرين الخديه، دايرين لها الوجه من جميع النواحي، يعني من الظهر ومن الامام بهذه الطريقه. اذا هنا عندنا قطعه صغيره داكشي باش ما تقلباتليش دغيا بهذا الشكل. غادي نحاول نقفل هذوك الجوانب باش تبان لكم بهذه الطريقه. صافي، اذا بهذه الطريقه تصدقي خدمتي كوفرلي ديالك بهذا الشكل. اذا هذاك داكشي اللي تتشوفوه في الكبير هو هذا نفس الطريقه.